Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it. Let's go. ريتو كيفاش فيك يعمل let's go بتاع ده بيبي يا عمال منا يكستو هنا كيكي دي برو دنيكو في دروك كلم البلوك نتكيفو في الجاز دنيكو في اللين ده بوزة الفانتا ولا لونها موف صحابي دي نومي نكره البوليس حتى في نومي يحبو شدوني تشوانا بي بوزيتيف ماما اما هما لزوني خفيف يا حاج بيتش ام ريكليس فلوسي تعبي ما تمشيش بالسهل ودي النستك هاني بيدو كان نخسر نستاهل مخي لي فوقي يشرب في عرقو ليلي اللي ساهر نكتب ونفسخ جوانة روقي تعبي في وجهي ظاهر حبينا الموسيقى ما خسرتش الفلوس تتبدل العيشة كي تحكم ظروف نعيش لهم ديب وما موتش خروف ترجع اللوتا كي قلبك يروف الوجيعة والحجرة اللي تخليك تقدم مقلوبهم المريضة حلمك لي تهدم ذريعك ومخك تتحمل وتكمل راجل الدار الكل عليك تعمل تولي عبيد كي تخدم وما تجمل بنيت روحي وانا اللي قاعد ندمر جيت من البار موش نجرب ندمر نقمر ونجيبها وقت سايب اللي ردك وليد على عينيك شوفني كيفاش نجيبها راسي الفوق واللي كرهوني شويتهم نحي الماسك طلعوا صحابي كيريتهم صاحبك اللي تحبه يحب يراك اللوت عم حاطم في تركينا رابريت ناكل كيما كروستينا نجم شتراني كيما جون سينا برشا مشاكل اللي قوى ولي قلمي كبر في الحومه بالذات لكن كلامي غربه في الشارع عمي ما تفكرني نسكر كي نصب الموسيقى تصبرني نعرف اللي فايت الوقت ابي ميك ما موف وانتي تولى شلقت انا كين واحد من واخر خلي يقولوا سقط ما نستنى حتى حد باش يجي صفق لي يو تسمعني بالسرقه ويدو كلها تهبت رابي كيستو ماني motherfuckers like you 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 زيدا تعمل في الواك ما يعرفك حد كيما اللي قتلتو باك ننسى اللي صار كين اخو بالثار تقف في طريقي تمشي كل كزيز بيس موت كي منير العزيز كونكورونس نكمي بيهم رجاز اللي يكرهوني ان شاء الله ينيكو الكورونا يسمعوني خاطر ضارب في الحومه واو نكذب كي نقولك مانيش كونكتي وانا كونكتي سنتور حمرا وسط الاي ام جي بعثهم ينايك ومانيش هنا رابور الثورة اليوم يحب على قدر اونسيان ما يقدرش يضر قديم وفاشل اسمه الحير بصحابه جينا اليوم باش نبولو على ترابه صب الميك تتريوفة رابور تلحوها ماهيش معروفة كلها تكذب وحكايتهم بشتوفة جانك شيت ورايا غاز وسيوفة كرز كي قالوا له ستوفة باش يرجع وردية ما سيتي غادي كالمرجع حي روح خدوة لامي متي نرجع مالا وينك انت Hustling ground, ناس تعرف اسمي ماراتون مزيل الله يرحم نفسي بزوز شرب تعمل ابسولوتو لا دنسكا تحبو عاللجوء واللي عندو كتف راسكا تعيشو باللجوء لين من الاخرى لبستو كاسكا حين ميسارة تم حين ميسارة لنا لدعش لزبي مش كيتنيكو مجزارة تم حين ميسارة تم حين ميسارة لنا عبيد نكها الشر اللي انخرجت عالسيطارة سارة 2015
فلوس منين الناس حارت لعبة ما غلتش القصة اللي صغارت الناس اللي غارت ما تخافش من لورد الفورد الدور وجوههم اصفرت دكتاتور ما كنتي اللي اختارت حاكم زبور وزيد ما دولو فرد ما جيتش نتشرد ثنية بابور وخل نمشي نتشرد خلي ياكلني البرد ونبات تحت قناطر تونس الحبس وقوم هاكي سناطر ناس اللي تاكل تصنبت مشاكل سكاكن وسواتر ما تاخوش بالخاطر ما فرخت تناطر تدير تيران ثوقي وسيو فتحة ندير كيران نطرة موصوفة تكسير بيران اخر حربوشة تقدير سيران خل نخرج خل نهمل تونس كي زبي كان نقعد ونهبل نقفر ونجهل عيشكم نعيف عطوني فيزا في السيف ولا نشدلكم بوليسة بالسيف بوردي ليك عاصمة بزوك النور افريك نص تفك ديكورها فريك اكبس اللاستيك جنينة ولا براو حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا لداعش لزبي مشكلتني كوماش زارة تم حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا عبيد نكها الشر اللي انخرجت عالسيطرة تم حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا لداعش لزبي مشكلتني كوماش زارة تم حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا عبيد نكها الشر اللي انخرجت عالسيطرة 5-10-12 عين وصب لهوة وتحين كان في بعضنا جينا في الحين زوز في عركة حزو 70 لنتحشي للوذنين فك بايك لنا مكتوب ما يصير ظلمت ناس يصير على العصير فما رب كبير غدوة كله بجر وما يناسوك ساترير بلاد المصيبات زبابر مضيفات موبيلات جيب الموبيقات الموبيدات ناس تسوبي بقات نعيشو في نقبات تخراوين تسدقات لنا كان الوفايات وكان الكروز للقحب الفات عندي فراسي انفيلات دولة ما فما في قاموسي ما نعيشش بالليتيكات لتوا نمارس في توقوسينيك الحاكم واللعبات فلوس شعب مش فلوسي وجيب النيكو وكل قحبة اللي تغني لزبي قدوسي شاد فران بلي سارتر مدخل ساقي في العجلة نكتب تيتر فانكاردر طيح بيهم ميتن حجلة لازمكم مسبيراتر زبور المال هتل مهجلة عرب ماكم شي بربر وباللقحاب تقيس الرجلة حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا لداعش لزبي مشكلتني كوماش زارة تم حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا عبيد نكها الشر اللي انخرجت عالسيطرة تم حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا لداعش لزبي مشكلتني كوماش زارة تم حينة ميسارة تم حينة ميسارة لنا عبيد نكها الشر اللي انخرجت عالسيطرة Yeah, nigga, fuck all that shit. I be the face of what they are. Man, I got weight on my shoulders. If I don't make it with this rap shit, man, I be fucked up. Don't sleep on me, Nayak. تاج الحومة فوتو بكيفي كيما تزيري عندي نيفي راب في تونس عدوري في ما تجريش ما يا حبيبي البانتاكولا كانت كيفي عايش دوبي دوب روحي بكوداتي ماني شينو حيلو كاكو راسي كاسوحي ما نحملهاش في ضلوعي كينا شنا عنولي شوها تعجبنا حاجة نفكوها يعملهم في راسي نحطو وتقحبا كي تواتي نبطو صدق زبي مش كلام متربي ومحلاني برشا نخاف من روحي كي نظلام في راسي في راجل بوكا شامن برشا كريم وجان زوزي دين وزوز ساقين يتخسلوا نسمع لذان ساعة نغلط ساعة نصلح شيطان ولابس انسان من بكري انا متملح كي نمزك مرة في الفال هم قالوا عايش في الغربة ولاد الحومة بتاعو نسيت طحانة اللي تحب تفتني كم ولاخر شحكات بسمع كان كلامه هدرة اكثر من حمام نساء عيشوا يموتوا منايكين مناش نفس المستوى بيعوا بعضهم على الشيخة قالوا بحر وقالوا تمر ما تحكيش معايا الشيخة كنت فيك نشم ستر خمسة نجوم مش مليون خمسة جوان الدوب منقوم كل اللي قا
قلك باش تحكي انا نبيعو في المشموم. فما الناس مش شغلة بيا ماذا بيهم توفى بيا من الغربة للمرنة جاية نتيحو تبكي هي عليا امي اللي تعمل عليا جالي محروقة في فنيتي يا حسرة كي مشيت بنيتي كل مهبول وحدي في بيتي حطيت في قلبي شنقدم نشرف حومة وننظم مكينة وعبيد تخدم ميكيفة وباش دخلت كالتا عندي السوس وعندي الخلطة فلوس في راسي مستر سلطة ما نندم كي نعمل غلطة نتعلم ونزيد وشلطة. فما اللي شباب ذريعه وحده ربي يعطيه بتحين جعب زيد وسيعه فك علينا اخي على دشة سحبه بيعه ويني الرجلة اخي ما تعطيش جنب الحد لنا الكل هات مسكين. Back in the game and put some respect on my name. يعيشوا عبيد like الفيم copy and paste كلها the same mumble mumble حمش بيك مكش humble humble يورا نيوم من بعيد انقبل نوصل وحدي مش هادي انقبل دو تشوف مخك انهبل حومة سخونة كيمو دور الهايا بوزة تتلقاني وسط الحوسة مش مسألة المصداقية حومة وناسي عزوا عليا ربي وحده اللي عليني كان خوراني شراجع الناسي فيا اللي تشجع كوميونيتي كبر فيها معتتني شما نعطيها وكلامي عليا قيدتو وكلامك ليها الريح تحكي انتي وجه الحومة قول لك انا مش صحيح خدمة تجيب ديديكيشن تو بالوقت تشوف مليح اي ملاني فو تكذب علينا ميتو شتعرف كيتو اسل الحومة لستو كيفي ما بنتش عطايل وسنيتشز وجيع وستيتشز ناس اللي ريسكت اي نيجا this is section 9 you better watch out how you talk when you talk to a G. 2020 سنة سعيدة لا 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 شو الموسيقى ملي عاد لا اسمع لا انا باش نروح دخلنا في بدخل الغلطه ولي بس كابيش كاكاشي فرحان وكل شيء يجي بعد يصلحها و و بس با مال دونك حبيت نقول لكم الناس كل مرحبا بكم في شلبق لي مي فيهم لي مي فيهم تقرا اقرا اه انت بدل لا لا سي با مو زيزي عاد والله استنى ترى دو اخر واخر دو دونك عسلامه الناس كل عسلامه الناس كل محل الكادر نو اي محل الكادر ومحل كده عندي ميكرو عندي انا وحدي وحدي ما مزيت حتى عربي لبس عليك لوجه طول لي على شباب ان شاء الله كل عام هما حيين بخير بيان سور كالعاده كل عام انتم حيين بخير ان شاء الله بوراني ان شاء الله برشا حاجات باهيه وان شاء الله مش كيف العام اللي قبله اللي قبل قبل هو المحل ماشي في سيدي نايك تخلى العام سلام عليكم مشيتوا تنايكم عسلمة مشيتوا تنايكم يا سلام لوينكم لا هاي نبدلكم بشوية ما عملناش حتى كوفيد 22 ما با هو صارت حاجة خايبة في الكيمنة السنة تاع تونس لما حالة اللي هذا قاعد يمرض بالكورونا شنو دخلنا في بزايزة انت هو لا 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 جيست قاعدين الناس كلها قاعدة تمرض بالكورونا والكوب دافريك راه مازالتو يظل 6 ايام ولا 5 ايام لوج حاجه غراف على الاخر معناتها معناتها من احسن جوارات اللي عنا قاعد يمرض بالكورونا فهمت وانا نقول المشكله هذه من الطفله اللي غنات اش هي نحكي الميم والله هي شنو هي فما برك الله فما باج فود 24 الناس كنت تحكي لي هي عطبه باج عطبه الكل يا اخي جات الطفله هذه عم تغني كيب ناسيونال ملي غنيتها وتسمع كان الكوارث نرى بنيتي معتى فوت فانت كات سما رحمة قدامها معتى هي جيست عم تغنيهم شيت فهمت فوت فانت كات فوت فانت كات ما عملتك اللي عملته طفلة هذية في كانها كل دوك مرحبا بيك لو جاي وبيك أكثر شعندك جديد عمد أماني نحن سبيسيال مو اليوم وحدنا أي أما 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 فما لايف من بعد مع شباب مش كملوا في فريش كما العادة معنا الأخ ذي والأخت أو فهمني ولا أنت مش كمل معهم مش كمل معهم أنا ومعنا بيتي وأنت تروح تز شل جتكم اللي جت تروح علي ما عش حب برا وجهك هكا هوا خويا بقاجك وباب علي مرحبا بيك هكا هوا إيه نسيت شي بشقول قاعد نفريزي تو قاعد فما جليتش تو يا خويا أنا نحبك تعطيني الفهرس باه الفهرس دونك من باش نبداو كالعاده ما تبدلش برشا ليميسيون عندنا بزايز بزايز ومن بعد عندنا بيتي خرب جا سبيسيال شوي وعندنا تليفونك يتحط سيلونسيون ان شاء الله سوري كوسو باستيل كوسو باستيل جهز بهني قعدت يحكيو معايا ليكيبا من غير جاني ميساج مع عندي سينسونس قال لي فوزيت لي ميور لومباسادور فوالا هاشتاج لومباسادور تحية لسين سندس من الموفيين المتابعين نتاعنا ميرسي يا سين سلموا عليك برشا وي وي ان شاء الله نعاودوا نراوك حتى انت في اللايف وتويتش نرجعوا نلعبوا معاك العاب لا لا با فورسيمون ان شاء الله نلقاوك تدخل في فلوس هذه احسن دعوه معناتها مش اهم حاجه اهم حاجه الراوه يفهم شويه انفورماتيك نحكي لهم على انكدوت نتاع اول دور حمانجاس شوف خويا ايش نقول لك شو نقول لك توا اما خير تفهم انفورماتيك ولا تدخل فلوس
دخل فلوس اكا وفات الحكي اخويا ان شاء الله ديما دخل فلوس ان شاء الله كلنا دخل فلوس ان شاء الله عام 2022 كله فلوس وميم سي على غالب على غالب الولاد الاخبار الكل قاعده تونس ماشيه في الافلاس ليس معناتها باش يوليو يتسلفوا فلوس باش يخلصونا احنا اخي سي لوكا اخي في بالك الاوروب عطات فلوس من ظل 2006 طب بعد يصلحوا لي الولاد قالوا شدوا الولاد لا تونيزي على سلامه لتونيزي اعملها تونيزي تونيزي اعمل تونيزي تفضل من فلوس رقم الاداره رقمنا رد التكنولوجيا لحظه برك الرقمنها لحظه برك بعد بعد ابري اسمه 10 years later لحظه برك رقمنا دونك قالوا مش عملتوا بالفلوس قالوا صرفناها في شهري فوالا معناها احنا بلاد ما تنجمش تعمل حاجه الوحيد عملها تخلص شهري ني بلس ني موان هكا هاو احق جماعه القطاع الخاص زادونا 8 دنانير مبروك علينا خويا كل شيء ببركة زادوا 8 دنانير في الشهر معناتها كعبة في قمر باكو كامل ازرق وتزيد 500 من عندك 500 من عندك ولا يعطيكم الصحة دونك تحية للناس الكل اللي قاعدة تبعث المساجات على اللايف قادر نرضى فيكم قد يا ميرا قادر راني قادر ري نجم فيكم فردا فردا فهمت وباش نقراو باش تشاركوا معنا بعد في لعبة مهمة ياسر وبيان سور اليوم نسيت نقول لكم في الفارس اللي عندنا بيان سور قال لي قلت لك معاد هماني خاطر ما قريتش لماي اليوم ما قريتش مباي اليوم قلت له دائما تصرف انت وحدك وحدك ما قصرش هكا عنده راكسي وكل شيء جاوبه دونك نبداو بالفقرة الأولى اللي هي بزيز اعطيني جينجل اعطيني جينجل عسلامة جينجل فيس اعطيني جينجل اعطيني جينجل يا اخي وين بزيز القديم وينو جينجل يا ولدي وينو جينجل ما عندوش وينو جينجل ما ندروش فوالا دونك قايد ضيع قايد هذا باهي سيدي بسيدك استنى حل التليفون سامحوني تحية فما واحد اسمه جانج تي في قاعد يكتب يعطيكم عصبة تحية ليك احنا نشجع على المساجات هذوما وان شاء الله ديما ما يجيش خاطر لازم نقراو الشباب زاد اللي بعثونا في الحب الصحيح اي فوالا الحب الحقيقي يبيعش يا حبيبي ويعلمنا النسامة ونسينا البارح جانج تي في وخلينا دايما نقعد نعاودوا في العباد هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي صح ده من يتقدش كورنيزي باهي سيدي بسيدك شعينا ما عناش تعطينا الخبايا الاولاني جست الليله هذيا حبيت نقول راني ما عناش انفيتي يعني عناش انفيتي ونطلب ونطلب السماح من الانفيتي اللي كان باش يجي مانيش نقول عليه حتى كش يجي النهار اللي يجي دونك اما سكي سيور سوري برو سوري والله مشاكل خارج عن الطاقم الطاقم تاعنا سكي سيور جمعه جايه فما انفيتي وجمعه اللي بعدها فما انفيتي وكل شيء دونك باش نخليهم سيربريزات حتى كش نهار اللايف وي فوالا باهي اعطينا التصوير الاول سي التكنيسيان قدور تكنيسيان قدور ريزاتور هكا ريزاتور ولا تكنيسيان قدور دائما حسب راك شنو هذيك لو سيلونس جي اوفيس هديني فيش فلوس تحسها كاين هذيك قرب لك كاج نتاع امستير اما شنو الفاز ما نعرفش قول لي قال لك فما امستير اسمه مسيو غوس غوكس 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 مسيو جي او 2 اكس باه هذا الامستير هذا حسب راك شنو يعمل يبيع ويشري في الكريبتو يكسب خير مني ما وي وي الراجل وذاك الكاج نتاعو فهمني وعنده شنتويتش تنجم تمشي تتفرج فيه يبيع ويشري السايد ويتريدي ويهبط والله مش فضلك ويهبط كل ما يعمل ترانزاكسيون فهمني ولا تهبط يهبط تويت راني شريت هكا راني عملت هذه فهمني ولا الحكايه سامبل عاملين وفات جعبه كي تعدى منها معناها عنده البيتكوين عنده اللي اسمه الاثيريوم هذاك الاثيريوم يقولوا هكا ولا الاثيريوم 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 عنده الاثيريوم عنده حتى الالت كوين هذه ما نعرفش شنو هي الالت كوين عمله عمله سيدي بسيدي كل ما يتعدى من جعبه يشري 20 اورو ويخرج من الاخرى يبيع ويشري ويبيع السيد كونو كيما غوكس فهمني كونو كيما غوكس من عشر بقطوس غوكس لا لا كونو كيما غوكس كونو كيما غوكس كونو كيما غوكس جو فريز والله من عشر ما عندكش حيوان انت ما عندك الكلب عندي كلب وتلقطات عندك تشكيل باش تعمل باش تويتش تبيع شيء الكريبتو شباب الكلب والتلقطات اللي عندي نجموا يتشاركوا في شكون يبول اكثر في الدار شكون ياخذ اكثر في الدار معناها دونك مي همسي حتى القطات ولا يبولوا في الدار ملي خاطر شنو ملي جبنا الكلبة القطاط ولا يقعدوا في الكوجي راهو وريد اسمع دام من قبل 3 شهور لا جوست قص عليك 3 شهور لقى ربح حيوان جديد أي أي. نستنى في الحصان و نهار اللي نهار اللي بشر ربيكي ربيك انت هو تديك السليش لا ولا برسمي جوست ملي جبنا الكلبة القطاط ولا يبيتوا في الكوجينا ويعيشوا في الكوجينا كل عندهم الماكلة وعندهم انا كنت عندهم الدار الكل تحشيلهم في الدار الكل
بتحشرهم في الدار كل وقت اللي نحبسوا الكلبه في التواليت وقت اللي يجونا ضيوف. يجونا ضيوف نحبسوا الكلبه في التواليت خطر طعم برشا حس وتوسخ وكل حس. ليه وبرجوا ليه الهاسكي مع كامل احترامي انت مزيانين اما خي بسواته تحب تقعد الكل تعلم انبح في الانبح هم الهاسكي فاهم حاجه سبيسيال يحكي مع مديرهم دونك يوم اللي بتقعد اما اذا سمعت الهاسكي يحكي انا خير ولا كلب ربي يقعد ساكت ويمح اكلها هذاك يفقدها شحوه لك صباح تجاوب انت بتناقش ولا الحمد لله فمش شويه في الجلولات خلينا نقرب شويه فمس مشكله في الصوت فمشكله في الصوت الله لا 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 الصوت صوت صوت استنى هو المساج تاع ياسين تقول له فما ولا لا 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 شنو جاب شنو جاب راه راه شنو جاب صوت اس اس حول ما فماش صوت لا لا ما فهمش صوت ما فهمش صوت الناس كلها امان الناس كلها صوت راه يكونوا يمشي عندك انت بغادي يمشي من لوطا يا شعل اخضر جاوبه باي انا نقدو فيه الصون نقدو فيه سي بون سي بون الناس كلها قالت سي بون الناس كلها سي بون تقد تقد سي بون تسمعوا فينا دوبي دوبي دايش 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 صحيح مرا دونك كلوا كيما جوكس يا جماعه وانفستيو في الكريبتو راهي لا 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 ما 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 تقولهاش يتصرف اللي حبيت انفستيو انفستيو امور وبعد ما انفستيش جينا بدي سب فينا انت ما انفستي في الكريبتو انا مانيش مازال عندنا مش مافيست فوالا ياسين بعث لي قبليك مشكله مشكله الصون هكا عمال كان قال ياسين مشكله في الصون سيكو مشكله في الصون فوالا ياسين ما فاتكش وياسين عبد ماتيور وتحيه ياسين صون تقدد قدوره تقدد سي بون دونك اسمعوا فينا تو شباب خاف ما شكون قال لك جوكس توفى في نوفمبر الله اكبر الله اكبر خير ما لقيته اليوم الواحد يودي لقيته اليوم الاخبار غريبه قاعد ناخذ من اخباري في من كومبيني تكنو الله غالب الله يرحمك الله سمحنا بالك جيبوا جوكس جديد ما تصورش قحبوا لي ياسر في الكريبتو لازمهم جوكس وبيدو ميرسي خويا جبنا المعلومه غلط نحب نذكركم ان احنا ماناش دي جورناليست ما فما معلومه اخرى فما حاجتين تماتوا فما حاجتين ماتوا فما تليفون تعرفوا داماني بلاك بيري علاش سمعت بها خاطر خويا دقيقه صمت على بلاك بيري اي والله التليفون زي عمرنا ما كسبناه في حياتنا بون كسبته ولا جاي لا كسبت تليفون كيفو معفط انت كسبته ولا جاي سير مش بلاك بيري مش بلاك بيري ذاك كيفو بالضبط نفكر اي ما تليفون معفط قول عليه بلاك بيري من بعيد ما لي اه اوكي في كلافي كيكا مكرز خاطر ما فهمتش كيفاش العباد كنت تستعمل فيه بون خاطر ما كانش فما سمارت فون وفاست الكلافي دونك سيدي بسيدكو من احسن اكثر تليفون مفضل عند مسيو باراك اوباما براك اوباما مثلا فيه كان في 2016 ومن الاخر قالوا تو البلاك بيري الوحيد اللي قاعدين يمشيوا واللي فيهم سيستم اندرويد لازم يكونوا اجور سكروا فهمني ولا والشركه بلاك بيري مشيت لهو في السيبر سيكيورتي اوكي جوست حاب نقول كلمه بربي اللي جمعت في شات قال نقرا مقبليك فما عبد قاعد يسبامي بالله ارزن ارزن نيك هكا هو يسبامي فيش ما نعرفش نقرا ها على بعض على بعض يا ربي يا ربي يا ربي ارزنوا معناها انت تدخل على جامعتك جاوك بيه اي الاسبيرونس انت مكاش خلى روحك وانا خبزي تحط لي في الكويب علاش معك من احترامي للجمعيه اي فوالا حتى كان جاي عبدي يحط الاسبيرونس معناتها اسكت نيه ما حكينا في الكوره نحن في لا نحكيو كما معناتها ما نسباميوش نكونوا رزان نكونوا رزان عصبه لا معناها ما نتصورش واحد بالكلوب تفرج والله باهي طفل هذا شجع فينا والله تيان كتب كلوب افريكا زبيش نبدل جمعيتي معناتها لا مش هكاك برشلونه مش نايك اي فما ميم تقول ريت كي تحط لي اد في وسط الفيديو اللي حاب نتفرج فيها نزيد نكره البروتي صحيت يز يا مان دهماني قبل ما واحد يكسب كونتنت فليكس مقحف قبل ما يقحف نتفليكس فاش كان يتفرج في الافلام المقرصنه كنت ابليكاسيون ديال ذول اللي جبتها لي وقت نسيت والله نسيت فما ابليكاسيون فما تو فما ستريميو وفما سيتان ايبوك كان فما بوب كورن تايم حاصر اي بوب كورن كورن تايم زاده سكر وتنك سكر ورهم بور دو بون الله يرحمه سي بون قد ما فارعوا الاولاد وحاولوا واحد ومتورانت والبير تو بي وجاو ميجل اسمع راهو بوب كورن راهو تاريخ راهم قطحي لهم راهو قطحي نتفليكس وجماعه قطحي لهم ما فماش نتفليكس وقتها كان فما كان بوب كورن معناتها وبالسوتيتراجات تاع العالم الكل وباللغات تاع العالم الكل برجولية الله يرحمه الله يرحمه وجماعة مالي بوب كورن قالوا عالم التورانت فيه دي مليون ديتيليزاتور وي وقبلنا نحن وبعدنا نحن مشي وليو دي مليار دي مليار بنا ولا بليش مشكلة العالم الكل ماشي في الديجيتال طوى والعالم الكل ماشي قاعدين يكريو في دي بلاتفورم بالفلوس باش تنجم تفرج في سيريات مالوغوزمون اما انا كنت جيت في لافرانس مثلا ماني عادي اكسبش خلص عادي كل شيء في تحترم نفسها ماني عمر جولي باش نشري كونتنت فيليكس بعد تقول هاي برا امازون بلاس متفاهمين يا لو جاي متفاهمين يا لو جاي جوستومون اما انت اسكو تشوفها ورثت انك تخلص ابونمون
في بلاتفورم معينه جست صار في سيري برشا برجوله برشا معناها تخلص ابل بلس تفرج في سي هذيك تاع زابور ابل تي في شكون انت ابل بلس ابل تي في بلس فوالا تحيه القدور اللي قاعد يصلح لنا يعطيك الصحه تدخلات اللايف دونك واهم خبر عندنا نحن سيدي اماني فما حاجه عندنا بدايه نستنى فيها من عمناه والحسب راك شنو ما نعرفش تذكر هذا مش قولي اه اي سيري سيري ما فيهاش عباد بالحق سيري انيمي فهم برشا كي كمان سيري انيمي مهم ياسر باش ترجع لو 9 جانفي هاد لحد هذايا معناها اتاك اون تيتون صحيت سيدي اماني صحيت اتاك اون تيتون باش يرجعوا للسيزون فينال مسيو حط لنا التصويره نتاع هاكا عمك ايران فهمني ولا لابس هاكا ميكا خايبه كالعاده كبر دونك ايران نياغا كما قالوا ايران نياغا باش يرجعوا توا الميم على العجله في الانستغرام اما تلفتوا جاني حاجه دهماني قال لي ولات كل بيريود جي سيري تقول اسكت كي اتاك اون تيتون اي فما فما فاز نتاع شهرين تموت نتاع بوز قاعده الناس كل بومباردي جمعتين ثلاثه وبعد خاطر راهو نتذكر انا عام 2000 انا عمري 10 سنين قال لي يهبط بوكيمون اليوم انا هذا جو ماشي جو به اي بون اسمعني ما عادش كيما نعرف سي سي با لا ميمي ما عادش يتفرجوا بوكيمون ولا ماشي اكثر جيمز راهو هو من الاول جيمز اي اما وقت اللي احنا دون لو تون نتفرجوا راهو وقتها كان هو بون انا حتى لو نتفرج فيه يقول ادي سينما يكذب يون فيت ياسر معفن اي دي سينما معفن انا كنت شوفها بارفي لا بالحق كل حلقه يجي يلقى بوكيمون تعرفوا راه زبور يحكيوا معاه شويه ولا اصحاب تجي عصابه الرد الابيض يتعركوا يطيروهم السماء يطيروهم السماء ونعود ونكملوا كيكه ما صار شيء سفري والله سفري واش دي نمو كل ما يدخل الزبورم ريجيون جديده يعاود يكبتوا من الاول تتقوح بالزبي وما كبرش ما حبش يكبر يدي يكبر ما اشرب دير زدانان عشان المحل بحياتك دي سويس نزل على غرت على الجبن ميم سي لي برودوي لي تيانو سو با نو زامي بور لا في با وي سي با بيان لو لي ان سيرتان بوزي تقفوا من عند لوجي زيد تقفوا با زبي قاعدين توا تيكو في لي برودوي لي تيانو تخبر بركه تضرب في الجبن انت تضرب في الجبن تخبر بركه في الجبن 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 الاحمر الاحمر انا عندي لك العمله هولندي مش حتى تونسي سور سو باش تعديو الخربقه والناس كل ماذا بيك تاخذ حاجه تنوتي عليها في الجمهور بالحق في ستريم ركزوا جست نحب نقول حاجه ما نقبل الخربقه بربي معناتها جست فما تصويره هبطوا الكاف اي دونك الكوب دافيك باش تبدا الجمعه الجايه وي الكاف هبطوا بوستير اوفيسيال من عندهم حطوا كل ايكيب عندها ستار نتاعها حطوا لي ستار نتاع لي زيكيب الكل جات في التوانسه وحطوها تونس ريت الكوره في الوسط حطوا تونس هكا الكوره وحطوا فيها درابو تونس معنا حد من حد معناتها تقوى حيبه كبيره بوكيمون كوينو نعرف برج ولاية تصويرك كيما كي راهي تكرز على الاخر وجاي شو حتى كان يبدا ما عندكش وطنيه كي ترفز هكا تحسها وي وي برج ولاية حكيت لي كرزت دونك نعرف اللي صعيب نهزوها مي ان شاء الله نهزوها خلينا نبعثوا لهم اكبر فقوسه باش نعديو مره جايه انا وياك لايف قاعدين جوست نعملوا هكا انا تعرف شنو حاسس شنو صار لايف كامل تخلي جرافيست تخلي كيب تونيزي في جوجل ما قاش يخرج ليه عندنا عندنا يا سيدي حط احسن جوار في تونس مش لازم تحط لنا احسن جوار حط حتى جوار وقت اللي نصوروا نواري بلون معناها مش معناها حتى ربع مش اي شنو قادور سامحني تياتي بشي جوست تو تذكرت جوست تو تذكرت قادور الداخل باش يقول انا شو بكم قادور يحب يكون ابديتد وكله منظم منظم باهي يصير على رجال مش اول مره توصل تحقر يكبروا يكرهونا مشكله ما عملنا لهم شيء شكون يا كلام هكا لا فريك وكل يكرهونا يكرهوا تونس برشا ما راهيش نكرهونا مال ادريس مهم هكا مال ادريس دايما صار قالوا اسمع تونس هذيك البلاد اللي معاك بتانك الصغيره هذيك في نورد الافريق اللي على البحر تدل على البحر الابيض المتوسط وبمناخ معتدل ودينها الاسلام ودينها الاسلام هذيك هي قال نيكولا شق هذيك بالله ما تحطوا له حتى ما عندها جواريت ما عندها شيكيبات ولا تقام تعبوا باش يقصوا شعر حنبع في الديتوراج بتاع اي وريفر ريلي قال لك يا اخي تقارن في الكاميرون بتونس نيك شكون جبت الكاميرون شكون قارن فوالا معقدينهم يزي يزي يا مان يزي وراه تونس راهي ايكيب ناسيونال باهيه ويظل ورات لي هي باهيه في الكوب دارا وي ثلاثه دوزيام معناها سي تري تري بيان ايوب غربي تحيه اخويا قاعد مقبليك ويقول لي حبي دهمه الحب ماشي بوكو ايوب غربي ومعسق الحياة بدل الحب 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 عذري اي فوالا سور سور
باش تعديو الخربقه معناش نقول الخربقه ضاع ضيعنا الجينجول وين الجينجول ما ندروش صحيح قايد قايد سيدي بسيدك شباب الحق ما قلت لكم حقكم تنوتيو توا خاطر باش نجمعوا سكور وفيت الناس كل نصور معظم العباد لهنا عندهم خويت انت دائما عندك خويت زوج خويت ولاد ونعرف علاقتك بهم فهمني قبل سيرتو سيرتو قبل كي جيب منك بحذاك لا باهي باهي والله تحسنت لا والله باهي قاعدين تو ينيكولي فلوسي وكا لا لا والله نحبهم على الاخر اشرف تحيه لشرف وهادي خواتي زوز بحق كومبو يقتل بالضحك تحطهم ثلاثه لي طاي ما عندهم حتى علاقه وابار سا جست حاب اقول حاجه لي اشرف خويا قاعد يخدم في موسيقى عنده لايف باند بتاعه يطلع قاعد لايف ويت وقاعد خويا يتلنسي في روحه حاب اقول لك معناها مش يقولوا عنا سهريات نمشي وندخل نعرف الشانتور ندخل بلاش جيتاريست ولا شانتور جيتاريست جيتاريست نعرف جيتاريست تحكيش معاه ابتديك تحكيش معاه تري تري بيان به سيدي بزيدك دونك اللعبة ذي باش نعطيكم فازيت تقول كان عملتوها تحسبوا لي بوان باه باش نبدا مثلا كيفاش نحسبوا لي بوان تقول تحسبوا في مخك بعد قايد انت دائما في التليفون كل حاجة اوكي اللي بصفة عامة راهو للخوات الكبار ذي في الكا بتاعك انت حتى الخوات الصغار تصوروا معاملوها كان تربح ضده في الكارتة ولا اي لعبة بالغش هذي تحسب لك بلس 3 بوان غشيتهم مرة في لعبة بالكارتة خاطر ليزي تغش وليزي بيشتلع اخوك بهيم نهي لا بيشتلع انا قوي عليه مش هو لا اما هو من هاريخ يمشي يلعب عبيت في الكارتة تقول لا مش هكي تشك بتز الزوز تخليك ورقة على الطاولة ولا بتوقف ما تحير عثماني زاد اللي عملت ملاحظة على حبي دهمة ولا يقول حبي لجين حبي لجين قلت يسمي بس صحيح دوك تقايدوا بلوس 3 بوان للعبيت اللي كانوا يعملوا هذا ولا هاي تخليه يعمل حاجه سيبوزيت قدها انت جار يقول لك الدار بره بزعل زبله تقولوا لي بره انت بزعل زبله بيس في عصافر هذه بلس ان هذه بلس ان خاطر ذكيه العمليه اي وكي جوع انا بره خذي بيتزا بره خذي صندوق هذه حضرت عليها عانيني انا تري تري بيان دونك قداش من الجمهور راح يتفرج فينا تو جوست باش نعرف قداش يجي سكور نشوف لك على التليفون لحظه برك لحظه يا هاي علاش تليفون ها يا اخت لا ميساج خلي شات او شات باي فما 900 عبد قاعد يتفرج 150 مرحبا بك ماذا بين وصلوا الجيمات الانكا لايك مي وي وتنجم تحطوا جيني با ما تحسبوش ما عادش لا بالحق بارتاجيو اللايف شباب دونك جست باش نحطوا الجماعة في الإطار احنا اللايف ويت الكل باش يكونوا في بوبلي برك انا وياك معناتها انا باش نكون حاضر في بوبلي كاهو جست جاي باش يكمل مع فريش من بعد ما انا نروح على روحي دونك يا جماعه بارتاجيو اللايف خلي اللايف يمشي راهو اللايف ديبوندون بيكم انتوما انتوما وي وحشنا بيكم في فريش شباب اقعدوا خاطر باهيه باش نلزموا مقدمه بتونس وعلى اللي قاعده تفلس وربي توست قاعدين الشباب يقيدوا بلس 3 بوان بلس 3 بلس 1 بوان تري تري بيان احسبوا السكور نتاعكم بعد باه تشد عليه دوسي وتعمل له شونتاج سامحني دوشت وخرجت شلل لبس مش هم يكرهوا ولا حاجه اسمعني ولا تشد عليه دوسي وتعمل له شونتاج لا هما كانوا يشدوا عليه دوسي هذا بلس 5 بوان هذا يعملوا الصغيرات انا اخويا اول مره وقت نتكيف شد لي يكون عامين وانت وانت مخبي على الدار وي بيان سور فهمتني يا اخي من بعد ما عطيتوش لي حب عليه يا اخي مشى ديريكت صبيه ما خممش معنا ديريكت مشى قال لهم الرجلة ما كانتش موجودة خاطر هذا انا كما قلت كتبتها هذه ماهيش رجلة هذه يسميوها طحين لا 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 هو صغير هو صغير هو صغير انا اختي بدي تعبتني برشا معناتها فهمت اختي مثلا النوت اختي ما كانتش تقول النوتات نذكر فما مرة بابا روح من الخدمة قالت له جاي جاب ستة في الاسلامية اكيك كمل بيها بلا سلام اختك تحب تراك ما كنت رايح اما ضحكني فات بعد دفع علي علاش بالاول قلت له الاول سالك هذي به هذه بلس 5 بلس 5 بوان معناتها توا سكور يبدا كان عملهم الكل تبدا في حكايه الثمانية في حكايه التسعه اوكي تتشمت فيه كي يتعاقب وتعمل له التكنيك المشهوده اللي هي ايه وتغسله بعينيه وتعمل له الهزه التشويفه هذايا بلس 4 بوان يعني خاطر سيبوزي انتم تكونوا متحدين ضد لي بارون انا ان طونك عبد كنت خو مانيش باهي برشا كنت مانيش ديمقراطي في الدار مع اخواتي الصغار فهمت كي يخرجوا العائله يخدموا تلقاني انا في الدار بن علي مسايب والله انا لميت هتلر معناها مش بعيد برشا دونك ما نجمش نشارك فيها الحكايه هذايا كنت ياسر نشلبق خاطر انت تاكل ريحه من بعد اي فوالا كنت ياسر ما الاخر كنت ياسر نفرض رايي بالسيف لا لا شفت افونتاج كبير تبدا انت كبير قدام خويت صغار درينا عندي كوزا نتاعو عنده ثلاثه خويت اصغر منه منهم زوز بنات ولاد صغير راهو قال لي ان سيتي بوك نقال برانس معناها في الدار
جيبوا لي قدوري حطوا لي محلاها ما يعمل شيء اسمع يروح كل شيء حاضر يقعد كان سوفينير باهي في الاخر تمد سقي كاكاو تصرفوا اعملوا لي اعملوا لي جعت قد لي قد لي انا خويا خويا اشرف الطوى معناتها راني نبدا في الليل نجي مسكين ماضي ساعه تاع الليل نقول عبالي فريت يقوم يعمل فريت مسكين يبدا يلعب العائله الوحيده سمعت بدو قاعدين يعملوا فريت فريت مش فريت مش اومليت فريت راه مش تقص بطاطا تقص البطاطا باش تقصها باش تحط الزيت يسخن وتحطه يتقلي ويعمل برشا حس في الحومه الكل شبعت تخسح لنا فريت تحيه اخويا اشرف والله مسكين قاعد يعاني فيا تو هذيا قايتها انا بلس 4 بوان تاع الشماته تحكي له حكايتي خوفه قبل النوم هذيا بلس 2 بوان هذا راه ضحك الفاز شنو الفاز تحكي له حكايتي خوفه قبل النوم لا هذيا تعمل لك كادو اصغر منك برشا لا لا ما كنتش نعمل لك هذا باه انا ما كنتش خاطر انا وقتي وقت صغار عندنا بيت كبير هي فخ البيت وانا بيت من قدام كنا نخافوا بعضنا كنا نخافوا بعض زوز خوفوا بعض اما هي كنت عندي تروماتيزم في جرايرها وانا صغير فرشت على التريلر نتاع شوكي شوكي الفيلم نتاع العروسه اللي من وقتها وليت تروماتيزم العرايس اوكي واختي كانت عندها كوليكسيون نتاع عرايس انواع وشكي اللي بالبورسلين اللي تبدا متخدم الفريب كلها ستيل وحسيل وتحسها عايشه العروسه شفت مشاكل تغراها قبل ودغرة عبيد ورجع مخالطه وكمل خالي الله يهديه جيب العروسه من الافريك عرفت مخيطه باليد عيني هكا جوست خطوط حيط حيط. فمك حطتها في خل الجلاس تغزل لي العروس تغزل لي سمح ولي تغزل لي بتلم عيني كمان دلوقتي وجهك تروماتيزيتني وقت جست تشقص عليك بالعسل فما 1008 قاعدين يتفرجوا دونك ميرسي بوكو ان شاء الله نوصلوا 1600 والله انت تضحك طموح بيه انت تضحك سي تري انتريسون البارح لو جاي قاعد نتفرج في حلقه نتاع لايف قديمه وقاعدين على رواحنا نحكي ودرشنا غزرة قدورة تحية القدورة اللي كانت معنا لا تحكي غزرة قطنا وصلنا 2800 وفما 1500 لايك الله بس هلاني غزرت انا اما هي ميت كونفينمون تي غزرت انا قلت يسمع تي طوي وصلوا 2000 وطن وصلوا 3000 الليلة لا فما خلطنا فما مرة بركة نتفرج والدمعة ذي قاعد نتفرج وقتها نقول الزح يا اخي نتبدل يا اخي ما عملنا شيء ما ضريناهمش يا جماعه يرجعوا تفرجوا في زبوبنا لا والله لا الرافي برشا عبيد وينو لايف وينو لايف جوست ضحكني فما شكون زاد حد كومنتير نهار الريفيو قال فما لاش بزا ريفيو ليه ليه عندناش عائلات ما نصحاب نحب نعيشوا حياتنا ما نعملوش ريفيوناتنا احنا كيفاش عديتوا دائمين ريفيو في الدار سهرية فاميليال مع المدام بيان سور واختها كل وسيتي سامباتيك موزيكا غنينا كاراوكي شريتك الميكرو هذاك اللي عرفتك اللي يعمل ليكو برشا جو هي عملت جو هي برك عملت جو فهمت وكا هاو سيتي سامباتيك ان توكا يا خويا ربي يداوم العشر عايش خويا ان شاء الله كيما راهو عندك سيرتو ان شاء الله خويا ان شاء الله فهمني ولا ممشي البريود هذايا غزرت عينيك تفسر ورا حاجات معلش انا قول لي الحكايه ولا ما نحكيهاش دايما تحب تحكيها هي ضحك برجولة هي ضحك هي تلمو ضحك الفازل ياسين تحكيتها له يبكي في الضحك يبكي بالضحك يبكي بالضحك في التليفون قال لي لوج الي تومبس الي تومبس هكا بي اس فهمني كنت تكتب كتاب مغامراتي ما علينا جوست قصه صغيره فهمني ولا تعرفت على طفله غيسامون قابلنا حكينا فدلكنا عملنا ريستو عملنا تفرجنا في سبيدر مان عملنا من كل صحاح بعد 10 سنين قحبوا دار وشران جاي يزيد معنا 10 سنين ما صارتش 10 سنين يا دهماني ما قد جمع لي تفرجوا في معنا معناها جراف راه اللي صار علي معناها حرقت لي تاريخي الكل معناها 2021 دخلنا في 2022 دخلنا في سيدني نايك دخلنا في سيدني نايك 2021 صار لي اقوى بلوت تويست في تاريخ ان شاء الله في 2023 تكون العام تاعك سيدي بسيتك الطفله من حيث لا ندري كنا سخنوا في بعضنا جونا به فهمني مقله ومنا مغادي وعندي كيفاش سخنوا في بعضكم؟ فريرا وكيفاش عندك تجربه اوروبيه تبعت لي مساج قالت لي اي ريلي انجويد ماي تايم ويز يو سيدي كتبنا في الباسي كومبوزي بالانجلي انجويد ماي تايم دخلنا في سيدي نايخ من اللي بات لو جاي زيدي راه عاودها دامين نحن لو جاي نحن لو جاي زيدي نحن شنو تكمل لي باش اخر جمله اي لايك يو از ان فريند اوه سبودر مان نعم قلت لها نعم نعم بيسير معها كلمه اخرى نعم وبعد كلمه اخرى بعد قلت لها
لا لا ما تحطليش لا لا ما نبكيش انا نبكيش واش جاي تزيدي ميت فرنسونيش من 2015 تبكي انا جاي تبكي تبكي من 2015 من فرنسونيش كنت تطلع للسماء ونهبط شنو جوابي كان انا لو جاي زيدي ما حشتوش بصحاب صحيح هاي نبكي بتاع بعض نحن وزير تتكلم يا دهماني ليش هيوجع القلب وليوس قص على الزبي على الشبل هنا قص على النبي قص على الزبي نقلب الطاولة توا نبي راهو لوجي راهو يبشبش ويدلل ويعمل راهو ما صح عليها طفلة مع لوجي باش تجي من بعد واحدة تقول انا فران ازن فران تي انا فران ها مدر ماضر وانا الزبي وانا بلاك بريكينج باد مش تسمع لعبة في الميث انا مغضى السبيح وي وي انا كان جيت طفلة راني مع لوجي سيور نزلك في المورال وبعد نعم تريت ربيع الولاد دونك كان صارت علينا راه باش تصير عليك فوالا هي صارت على وجهي تصور انت معني جاي زيد اللي قال لك نحن معني مش فخر الحاجة مالي كومي فما حاجات ما نقبلهمش فما حاجات ما نقبلهمش فما ناقب بنت كانتر ليا برا فريير ما تدورش بيك دونت تراي معني فما بنات اوت اوف ماي ليغ خلقه سايب زبي نوم حليك خليك غادي سايب زبي ما نجمكش فهمت فرير جست فما سوبر سامبلون اسمه اوكي قال لك از ا فريند جاغ تصلح لا بلا حاب نقول لك لي از ان فريند صافا صافا زبي هذيك هي صحيحة واللي يقولها لو جاي زيد اليوم الاف ولد فويل صحيح انا قررت من ورا فصاعد هكا هاو دونك لو جاي حاب يقول لكم ام سكسي اند اي نو ات وان شاء الله نكملوا في السكسي نتاعنا وان شاء الله 2022 نبداو عاملين اخر 2022 نبداو عاملين لايف ونحكيوا على لو جاي اللي باش يعرس زعما عكس زعما زعما تي كبير راك لو جاي موت على الحرام موت في الرجل امور حرام كي واحد نشيخ وي باه وين كنا انا شيء ما قلت لك اللج ما حشتوش بصحاب هاشتاج دونك وي شيء ما وي بعث له ميساج بعث له لايف يا اخويا اختارنا كل حاجه بس لان ما كان خدمه و... لا احنا ما بزنسوش اصدقائي في الشات فوالا نجم نحسبكم فرانس فاميليا تو فاميليا تو فاميليا 1105 قاعدين يتفرجوا ميرسي بوكو فوالا ميرسي بوكو يعيشك قدور ما عادش تحسبونا لك خدم ما عندهمش الشوا ما عندهمش حل اخر باهي فاست اي قلنا هذيك تحكي له حكيت خافوا قبل النوم بلس 2 بوين خاطرش تعملوا دي تروماتيزم اي ما تخليهش يدخل بيتك يبداو اصحابك بحذاك اي لا امبوسيبل قدر وزير التربيه قدر يا اخي احنا قاعدين نلعبوا في البيت قاعدين نلعبوا في اللور ما تدخلش ما تدخلش قدر نيك شنو هذا يا زلمه انا حضرت على هاد بيتزا برا فوالا يجي مسكين يبدا يجيب لي بيتزا من ريستورون حاجه يدوس بالعرق يدوس بالعرق يحل الباب يدق ما مش يحل يدق خاطر كان يحل يقص له راسه معناها يدق الباب نمشي تك عرفتك تحل تاخذ البيتزا وتسكر الباب ليفرير قدام باب البيت خاطرش نحبهم اخواتي ما احلاهم والله انا بفضلهم الكفرير انا ديجا نحب نقدم تحيه لاختي مسكينه تاعبه مقطع تو ما نعرفش ما في بالك دهماني خاطر تولد جون مامو مش مركز معاه ولا جست مركز مع قدور قاعد يشخشب فيا في اللايف يا لو جاي خاطر معناها قلتها ديجا برشا مرات في اللايف يظهر لي انا وليت خال فهمني ولا ربي يفضل لنا مون بيتي نوفو قداش عمرك توا هو انت انا واحد 30 اي باس خال خال وعم وباس برشا حاجات معناها حتى ما عنديش خوات عم هذا كان مش بوز هذا والله فور بروبابل ترسع الدنيا اذا فما رجلوش صغرونا كي قاعد يدور طوف العالم في العالم العالم عندي ما فوتش زيزمو ما بتخلش ما فوتش سوس في الانترناسيونال لا ما مسميش دخلت في ذكرت واحد صاحبي قال لي جيت طفلة اخويا من استراليا قال لي وبديت هكا الكذا والشاي مع بعضنا وكل شيء من بعد عمتك هي طلعت طفلة تحب معناتها يا اخي حليتك يا عيني وقلت يا قاعد نلعب على راية الوطن انا طبعا مثلا ليكيب ناسيونال مش يفضلك ما عاد جوست طفل هذاك خاطر كني تصير حاجه بها باش تروح تولي تعرف تونس تولي تولي تقول لهم اي نعرف تونس اي توانسه توانسه باهيين وي 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 سينو تولي توانسه خايبين وسايب عليكم شو تونس جمله وي دونك اي معروفه نقول لك تحيه للسيده هذه اللي يشرف راية الوطن كي تكونسومي انترناسيونال اذكر على نفسك انك تبدا من دو جهر لازمك تشرف راية الوطن بيسير. لازم البلاد هذيك تقعد ليه البس الدرابو وسط صاحبي نرجع لعبتنا تفضل
دونك فاز هذيك كان متخليش يدخل وصحابك بحذيك هذيك نحطوها بلوس وين هي سامحوني بلوس ان بوان مور لوجيك ما يجيش منه الا غلب تكلوا بايو في الماكله يخلي كعبه دانيت يخلي غازوز سورتو غازوز صغير والحلو هذاك يطير على الغلب غاب قسمو هذيك وي يبدا له يساهر قاعد في بيته فما دانيتو في الفريجيدير معناتها بيان سور تتقصف بيان سور من بعد جيك ويلي دانيت ما نعرفش ما ندروش تعطيه ضربه من بعد تحلب اللي انت خريت فيه بلس 3 بوان شنو تعطيه ضربه بعد تحلب اللي انت خريت فيه معناها ضربه جات كويس اي هذا صارت مره اي صارت مره سبعين انا اختي مانيش باش نحكي ديتاي مي صارت مره انا اختي كانت عندها تكنيك اي تعرفني دمي في سما باش يسخ تقعد تنفخمي غني نضربها سي بون ضربتها سي بون قاعده تموت اي مو راجي انت سي بون اكلموا البومبيي راه قاعده تضربها هي تفلم ولا بالحق هي تفلم تعرف علاش خاطر سوفي نجي نقول لها سامحني نزيد ولا تبكي اقوى اوكي انا اخواتي بارك الله ما كناش يحملوا خاطر ما كناش نفلموا خاطر كنت نضرب الرسم اي يعني هما يحملوا خاطر دونك تلقاه عايد سكو بالرسمي فما قطع بدو تنحات معناها بزاف قداش كنت خو خايب والله وفات الحكايه دونك ديما نجري شويه العصر وفات حكايه الخو خايب والله راجعه عليا انا تو مانيش خو خايب قبل كنت خو خايب راجعه بالانفيرومون اللي عشتيه والفاميليا وكانوا عندي ولاد عمومتي ما كانوش يتصرفوا معايا بالباهي ديكو انا عملت بروجيكسيون على اخواتي فهمت دونك يصير دونك كونوا باهين مع كوزاناتكم انا والله كوزاناتي سافاج هم باهي فهمت جوست كان تلمو فما جاب كبير في الجينيراسيون كنا نتلموا في قرقنا كانوا فما الجينيراسيون مقسمين جرى جينيراسيون اللي يروحوا 8 جينيراسيون اللي يروحوا نص الليل جينيراسيون اللي يروحوا غدوه فما قالك خويا نكته بفراب تقسم على زوج فما عزيز قال لي فرحان عصبه تضرب في اخواتك والله لا مانيش فرحان مش فرحان يعني نحكي فيها الكل اسمعني كل كي نحكيو ضرب اخواتنا نحكيو بها بتفادلي بالضحك خاطر سيتا سوفنير فرحان على اخوك حي جاوب به ما ماتش فهمني كنا ثلاث خو بصفه عامه ما عادش حاسب سيكولوجيكمون ما سا ديبون دي ضرب ماكش تدخل في الدمدم يصبح وليل تعرف اخوك سيكم سيتا معركه في الشارع وي سيكم سيتا عبد قريت معاه جست اكبر منك وكا هذيك نقولوا نقيدوها بلس 3 بوان وقلت له الحبيه باش ما باش يسكت خاطر بدا يبكي بلس 2 بوان خاطر مرخصك عبد واخرتها تقول له اللي انت ادبتيناك ولا لقيناك بتعيش في البوبيل اي هذيك كلاسيك هذيك عاد هذيك بلس 1 بوان خاطر كنت حاضر قد نهار اللي هزينك مش شكاره في الزبله كنت حاضر وتفكر كنت صغير ومسخ وكله خسرني لك لقيناك تسخف مني ولا دونك الشباب الكل تحسب سكورات اليوم كان تبدا عملهم وكل يجيو بلس 24 بوان نحي انا حاجه برك يظهر لي ونلقى روحي في الفان الجماعة اللي عندهم بلس 20 بوان نحب نقول لهم ساكن الكائنات ولا الكائن اللي كان ساكن معك ولا الكائنة ملا 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 عيشة معك جحيم أزرق كنت عايشه فهمني تعيش فيه شوف المغبون ان شاء الله ان شاء الله ما تقدملوش بايو في الرزق زيد لا لا قلت ربي لا معناتها هنا كبرنا ولينا رجال معناها ما عادش حكيت هذوما سينو عندك اونتر 12 و 19 بوان يظل تكون بصفة عامة الفرير والفرير اللي في الوسط لينيك لينيك دار ينسين ويقول يكزيستي أصلا أنا ولي الثلث نسينا وين وما نعرفوش سينو كان عندك موان دو 10 بوان فهمني ولا سواء تيفيس يونيك ما عندكش خويا فهمني ولا وإلا ملا أنفونس وملا حالة يا ناري عليك دونك هو اللي كان يخبط فيه بلوس 20 بوان سور سو ربي يفضلكم خوياتكم عائلاتكم صحابكم و وي 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 ربي فضلكم وراي ما هيش فخرة نعود مرة أخرى راي سي جوست معطى الصغر وأنا بدي راني كنت صغير كي كنت عملهم راني كنت صغير زادا معطى كنت ماكش فيه عيلي تعمل فيه بين سير معطى بما أنك كانت عندك أنت حاجة نورمال وي سينو الهودي اللي يسألوا فيه على الهودي راهي هذا الهودي متاع وجد المدام تحية لها نحبها برشا ما عرفش منين شريتها ما فكيتها لا ياسين بعث لي على الحكايه يظل على انكدوت احكي احكي يحكي خويا يحكي نحكي نحكي ياسين يظل باش نعمل لك بلاتفورم سبيسيال معاش تبعث اس ام اس قاعد تخسر في فلوس كل لايف ابعث لنا الدونيشن ليه ابعث على الميسنجر نقراهم كومين وي وين نقراو يس احكي الحكايه ما حكيتها حكيتها اوكي حكيتها بس فرات من قبل ماكش فاش تسمع لا مش لي ديتاي ايه مش لي ديتاي بالنسبه لي ما حكيتهاش خلينا نسيدي نايكم ايه فوالا هاي باه ونحن وين تو فين ايتاب اعطيني جينجل نتاع غلي غطك
مرحبا بكم في جلي جوت لك صحيح دونك هليكوبتر هليكوبتر بالك سمعت اول مره هذيك ما رضت لكش قال لي قلت لك قال لي قلت لك شنو ذي هكا هليكوبتر اكلمي مالك في الاخر ما سمعتها تبلا مره بعث لك اي ما ركزتش هليكوبتر هليكوبتر لا اول ما بعث لي اسمع فيها ولا ما ركزتش ولا ما ركزتش يا ربي قدور ما غاديك نقصوا بالحس نقصوا بالحس شو هذا ما خليش نتكلم باه دونك سيدي نبداو بالميل نيميرو 1 مسيو اش 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 حمار لا ما غير ما طلع غير ما طلع ما بالله خاطر ديجا مري ديب بالله ما غير اسم بالله بالله بجاه الرب بتاعكم ما غير اسم دونك عسلامه لو جاي ودهمه انا عندي 21 سنه نعيش ونقرا في المانيا خويا ان شاء الله كيما نخلطوا ان شاء الله كنا اليوم في المانيا وعندي موضوع بون ما نحبش نمشي لألمانيا ساعدتني بوبلي هنا شريتها باهية وجاوبها باهية شنو قد كل لايف نزبط على شريط بوبلي هذا هي هي عاود يلو شنو عاود يلو ما تسمحيش قال لي قلت لك انا لا لا اوكي امريكا لا 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 باه دونك قال لك عندي 21 سنة نعيش ونقرا في ألمانيا وعندي موضوع ركز نصف. وعندي موضوع نحب ناخذ رايكم فيه حسيلو انا حكايتي تتمثل في انه ستاندر نتاعي هاي وقليل ياسر وين نلقى طفله تعجبني على الاخر بعد 20 سنه مازلت بديت نحكي كوتيزين ماهوش كوتي بدن اوكي لوجي كوكي كي مريقي مريقي الحكايه هذه بدات ملي انا عمري 16 سنه كنت نعرف طفله حتى لتوا من أزين ما شفت وكنا أصحاب وحاولت معاها أما بالطبيعة تحطيت في الفرند زون من وقتها قعدت صعيب نلقى شكون يعجبني كيفها جست باش تفهموا اللي الطفلة أصلها من روسيا وأصلها من روسيا أما جست تعيش وتقرأ في تونس يعني التيب هذاك ما هوش موجود برشا سيختو أيامات ليسي بريف مسكين راه برشا كونكورونس معاه راه يحارب وحده كي سبارسيات بريف الفازة اللي ممكن قلقتني شوية انه بعدها هي عرفت وصحبت برشا بنات وعملتهم الكل يعني اما من البنات هذم الكل ما نجمت نحب حتى واحدة خاطر حتى كي نبدا معاهم ما عادش نحس بك الكونفور انما ما تحس كي تبدا مع عبد قريب لك جونغ غورفريند حاجة هكيك دونك لي غولاسيون اللي عملتهم الكل بريسك تعديت وقت ما حبيت حتى واحدة والفيزيكال افكشن كانت جوست قحطة متاع صغر معناتها جوست متاع وان نايت ستاند وكل شيء جوست مبعد انا كنت فرحان بها الحكايه هذه من الاول وقتها امور تندر وكل الفازات هذوك من الكل كنت شيخ وكل بتاع ليله وان نايت ستاند ودرا شنو من بعد وليت نلوج في بالحق ريلاسيون سيريوز وانا نحب نكون فوالا نحب نعيش ريلاسيون باهيه هب تروح تلقى الزر التكالي عبد تحكي معاه بالضبط عبد يقول لك عفيت كمانديت العشي وي دونك بعد روحنا لتونس روحت انا لتونس وقابلتها في تونس كلمتني روحت حتى هي تقابلنا وحكينا وحسيتها ترمي في روح عليا اما انا خايف على خاطر زعكتني اول مره كانت درتني من الاخر قالك دونك مانيش عارف اسكو شنو انا عمل اسكو نصدم خاصه هي الطفله اللي خلت لي افي كبير في حياتي اسكو نصدم بوسكو هي توقعت شي زماني قصيت عليك جات بحث لالمانيا لا لا هي هو زوز في المانيا ما تقابلوش مي كرجعوا تونس تقابلوا وقعدوا يحكيوا وكل شيء كبروا من وقتها لتوا كبروا تعدد برشا سنين دونك رميت روح عليه شويه كلي نتاع عاجبها وكل ما هو قعد في مخه كيفاش كانت رتو من الاول دونك اسكو يرمي روحه عليها حتى هو ويلانسي حاجه وكل و سي تري امبورطون لو جاي على خاطر الميل جديد ماهوش ميل من 2020 ميل من ذي تو تو فما شكون يقول لنا مهيب اصدم نيك اصدم نيك فوالا اوكي مريقل وي دونك شكون يحب يعرف اسكو اصدم ولا اسكو اصدم ولا وبيان سور عملنا تحيه في الاخر وكيب اب ذا جود ورك وكل شيء دونك ميرسي بوكو وانا طب خليك مع لو جاي بوسكو عنده برشا اكسبيريونس يحب نحبه يجاوبك ويقول لك اسكو اسكو يصدم ولا تفضل فما سوبر سامبلون يقول ما يصدمش هي كبرت به تو سامبلومون عندي زوج اقتراحات ولا دو به اول حاجه الفو مادام 21 سنه دونك فما شتن ماتوريتي ميم سي عندي انا ذكر ما يكبر كان بالحق ذكر بلوتو كان يعمل 40 انزل عادي 18 تقى تعمل لك دار تبني لك اسره سبري تبني لك اسره وطايح طيب وتخدم وتتلم بالذر
دونك انا فاستي 5 سنين حاجه كبيره وعم تتبدل في 3 ايام مش في 5 سنين. دونك من رايي تحكي معاه فلان اقول له انا حاجتي بروله سو سيريوس كتبت تونجاج معايا معناتها تكون واضح معاها من الاخر. ما فلان حاجه انا عم تتكاسى معايا فهمني ولا وانا مازلت متاثر من الفازات اللي عملتهم لي اما ما تخرج فيها اوه فلان انني مدغور انني مجروح راني نحبك لا لا قول انا نحب ندخل في رولاسيو اسكو مستعده ولا ايه هدر ما ينيش باش نقعد شويه شويه وتمشي على روحك وي بون بدي فنس رائعه. اهم حاجه عندي انا ميو فيفر دون لو ريغري كو ضيعت الكلمه الاخرى. انا عندي تقول الزحمة عملتها خير ما تقول الزحمة ما عملتهاش. وي ديما تقول عملتها عملها باقي ما خليتهاش في قلبك وديما بصفه عامه الغولاسيون ديما تربحك اكسبيريونس. وي فما محمد قال صحبه وزعك ليله العرس عشان عشان في سمول بنيك بتاع لا غلط على الاخر غلط على الاخر معناها حتى في بعض الناس ويعملوا كيما اللي فات نقرا في ارتيكل واحد نهار عرسه حط فيديو نتاع كيفاش مرته تخون فيه مرحلة قبل العرس وبيريود اللي مرته تخون فيه يا اخي هبط يا اخي هبط الفيديو في العرس على كل تتفرج وزب استنى في مساج طويل مثلا نو مش دومش مش خضر بعث لك مليون من غير ما خايب الحكي لحكي ترى في بالي لا جو سوي متاسف في با معناها ما لفيستيسمون فيش نتاع وقت من اني اللي يقول فيرا بر يدك في الزبي وكا وعيش حياتك ولا خنتيني نيكا بزكفوف وتعدى معناها لا فاتكو بيان سور باه حطوا زبوبنا فيها انا زاده معناها علي زين انا من رايي صاحبي اصدم الخيار اللي كنت الاخرانيه وي وي الخيار اللي كنت ما انا ننصح فما شكون كتب عثماني وكذا حكني اللي ينصح فيك ديجا في الفرنزون يودي مانيش فاهم راني نسكي فيها قبل ما تجي صحيت تكنيك نسمعها قاعدة تسرزة صحيت لو جاي عندك الكونتروسور معناها مش كونتروسور جوست تسكي فيه هذاك فاستوسور كي تراه جاي تعمل لك الدور تمشي الشيء الاخر دونك نصيحتي ليك حتى انا معناتها كما قالوا جاي كان بالرسمي مازلت عندك افكسيون لها هي وكل شيء تحطها ما يرمي روحها سهله معناتها باش تقبلها وكل شيء حطها قدام امر واقع قول راني نحب يا مدام رولاسيون باهيه ما نحبش نعيش في رولاسيون تاع جيستها وكا ما عنديش انا نحب رولاسيون كان كنت كونت ميرسي سامحني قصه كريم كريم جوست عطاني جمله جلال. ميو فيو ميو مو ميو ميو فيف ميو فو فيفر دون لي رومور كو دون لي روغري وي الفرنسيه نتاعي قد دكدك بريود ذا يفهم دكدك فيكتور هوغو اللي قاعد يصحفي لو جاي وي ناس بالي كولي قدور اللي تاني تحك توا صحيت قدور باش نضربوا ما كنتش باش نضربوا وي باه دونك الميل نتاعنا جاي من عند واحد اسمه فريكاسي سخون وي حتى ما كنتش اسمه جست تخيل عجبني علي مسكين ظاهر حالته تكرب المال اخ صديق اللي قال اظلم عليها وعلى امها وعلى اختها باه ما فماش انفيتي يا لو اي بناني مبار عن انفيتي انا في فريش في فريش وي في فريش موجود فما شكون ريت وصلها في موجود انا في اخر بوبلي نقول ماي جاب هير از دان ونروح على روحي وما كمان كملوا تفرجوا في اللايف نتاع فريش على خاطر تريز انتريسون فما انفيتي فما تدخلات في الديسكورد فما مواضيع راهو بالحق تستحقوا لها برشا يا شباب من الاخر معنا دونك نبداو باللايف اللي بعد بالميل اللي بعده اللي اسمه فريكاسي سخون مرحبا نقص بالضحك عايش خويا ماهوش بروفيسيونيل انتركتيف ما فاتلكوش عايش خويا عليه اش اسمه عليه الشيب يقصوا عليه لي تكنيسيان تكلك اتلومنيش ما تجاوبنيش ماناش او مي سي با بوسيبل باه الميل اللي بعده بدا بعسلامة قال لي قلت لك لا رجال النمي منظم عسلامة قال لي قلت لك اسكل قال مي با ماني فوالا فوالا تقول ما قسمكش قال لي قلت لك انا عندي مشكله حبيت نثبت سي انا وحدي هكا والا الناس كل اوكي انا لقيت هذا من كل عام وتنقول لك علاش بعثت الميل هذايا اوكي فازي انا لقيت هذا من كل عام نحس روحي ندبرم وفادت وما عادش عيني في حتى شيء والله قاعده ديما تاثر والله انا ما دام ولا مسيول نورمال مو مسيول اوكي والحكايه قاعده ديما تاثر على قرايتي ومي غولاسيون مع العباد بيسكو سيلف استيم تاعي قاعد يتكربس اي بون شتي سي نورمال عملت دي ريشيرش مره لقيت لي حاجه هكا اسمها ديبريسيون سيزونيير اني سوجيستشنز سيل تو بلاي قال كيب اب ذا جود ورك وشال بقول فونفون وكل مي جوست نحب نقول اللي الحكايه هذيا اللي قاعده تصير لا يا انا زاد ديبريسيون تاع شتي على الاخر مخك يقف قداش نقوم الصباح
نقى روحي ما عيني في حد شيء لوش ما عاد عيني نحكي مع حد وما نحب نعمل شيء سيوتو راي ياسر اختيره ديجا مادموزيل ينيس كتبه مش كان انت مش كان انت وي فريكاسي بالرسمي مش كان انت حتى انا زاد تصيري نفس الحكايه وتصيري برشا مرات وفي السنين هذوما في الستة سبعة سنين هذوما كلها قاعده تصيري عرفتك اللي نحط روحي كي نحط روحي في مرايه نقول اي وطوى كيفاه اش عملت باهي قريت خدمتي ومن بعد شنيا معناتها شنو هو شنو مطلوب شنو تخرج فرد الشباب كلها في حاله برجولي وي حتى انا دونك وي ماكش وحدك ارنت ولونا كلها شباب رات ديجا نعطيك اكبر حاجه اكبر كارثه قاعدين نعملوا فيها العباد تقوم صباح تشد تليفونها سي تري غراف نتصور مؤثره برشا قاعدين نرقدوا تري مال نرقدوا مخر ياسر ونرقدوا بالخايب تشد تليفونك قبل ما ترقد تقوم تصبح على تليفونك ما تصورش ديما تلقى فيه اخبار زبابر معناها انت اليوم كي طلبت وقتاش قمت قمت ساعتين هكاك سمين سب وسمين لوجه على دايمين لوجي عملي خمسه ولا سته بيلات قبل ما نقوم طلب مثلا سخفوني شباب فما برك شكون نوض سيم ربي معاك نكفي الدنيا اخرتها يا دي استنى استنى لا ماستورباسيون اني جواب للديبرسيون اي اي لا ماستورباسيون عمرها ما كانت حاجه باهيه انك تفضحك من بعضك ناقص انت معناها مخك بسيف يحب يتحرك وتقول اسمعني ها قاعد فرير باش نعطيك الدوبامين اللي حاجتك بها شد ولا يقول لك فرير تعرفش كيفاش علاش خارج جبتها بالضبط معناتها شنو جبتها يا اخي باش تقعد تجبتها ليله كامله انت والله باش تهري معناها باش تكتشف النار مره اخرى مشكل في الشتاء وي بون صحيح سي انا من رايي كي تتكبش الحكايه وتولي بالحق عائق في حياتك معاش لازم تقدم بالحق تمشي تعدي فريق وي كتولي عائق كبير معناها ويفيتي اللي انا من رايي بنسي ولات سهله برشا تمشي لبسي حرام شفرير فيتيهم اكثر زبي قدور قوم البوست ترافل كراوتش قال لنا كراوتش معنا في اللايف مرحبا تحية لكراوتش مرحبا الناس كل مرة سوكم تمشي الانستغرام بتاعه السيد قاعد يعيش في مغامرة بالدنيا بالحق تفرجوا فيه تتقهروا شوية مغامرات مش مغامرات تتقهروا شوية فمشكو قارب مرة اعبد ربي بون حل زيادة كانك سبيريتويل ودينيا نتنجم تعاونك وي حل عليش لي برجع بيد من الدينيا ما يثرش فيها ومش مش لازم تتعقد تقول انا كافر راهو سيكولوجيكمون وسيونتيفيكمون بروفي مش الناس كل عندها لا فوا ولا الايمان كيف كيف ما وي معبد عنده ايمان اقوى معبد اخرى بيسير لازم يكون متدين ما مش ديما صباح وليل اوكي فمش كل شنو هذا بلاش شنو هذا باهي سكر باهي سكر سموك ويد زاد سموك ويد تخليك في حلقه ما تخرجش منها وي كيما قلنا قريت حد شويه قران كيما قلنا كانك ديني قوي نجم تعاونك وي اقرا حاجه جديده اقرا كتب نجم تسال اقرا كتب وشفتو شوفو بسي وي هو ولا حديد ولا حديد باه اي يعملوا اكتيفيتي ما كنتوش مستسيت تعملوا فيها هكا هو معناها مسلم اكسبريس باه في الخفيف باه لا زوج دونك نتحركوا الميل اللي بعده يا اخي قاعدين يشوشوا ولا وي باه نتحركوا الميل اللي بعده دونك الميل اللي بعده قال لك صونو ومعناتها حتى حد ما يحب يذكر اللي قال صونو معناتها هو بيدو مش كاتب صونو فهمت فهمتش معناتها بيمشي طلع وانا باهي مره في الباك بريود هذا يحكي احلى ولا يا بريود الريفيزيون عندي قضيه سامحني صوتي عندي قضية عملت الريفي وما فقتش يا اخي قمت من بعد مزروبة على الاخر ما لقيتش كالسون بعمل باك اي ما لقيتش كالسون ماشي في عادي في الباك اي ماشي في استوى انت ما لقيتش كالسون يا اخي لبست سروال هكاك على الحم وانا مزروبة نسيت ما سكرتش سلسلة وي وباك الواحد مش لاهي بروحه معناها انا سامع انا سلسلة مضحك فوالا معناتها باك ندور نهار كامل حاسيل وما فقتش وما قال لي حد وشي منشور والناس تغزر وانا ماني وانا ماني فاهم شيء لين جاني انسان عمري لا ريت ما ازين منه عاد انا فرحت في بالي باش يحكي معايا وكل وانا فرحانه هكاك قال لي سامحني ميرا وعندك سروالك محلول والناس الكل تغزر لك سرمك طاح اختي يا اخي عمري شفتها تفرجت عليه البورنو ذي طبعا يا اختي بربي فبا صور مكوال اخي اسكت يا لجيب
صوم علي. قال سامحني اختي ميرا وعندك سروالك محلول والناس كلها تغزرك من بكري. حسيت وحسيت روحي ارتفعت للرفيق الاعلى ومن وقتها التوا وانا تروماتيزي كل ما نتذكر لي انا شقيت لافوني الكل وانا سقطت. وكل مره السروال سلسلته محلوله نولي نعيط ونقطع في شعري. نحبكم برشا لي زولاد ونبوسكم بوسه مرصوصه. ميرسي بوكو برج وليا يعطيك الصحه يعطيك الصحه اللي حكيتها الحكايه هذيا. ولا قتلتنا قتلتنا بيست ميل 2022 بور لاستون مش تنحى بالحق مش تنحى بيست ميل 2022 وي 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 تحفر على اختي كم فوتك على برا بالله اسمع رياض رضا والناسي بلي اختي استر صرمك هو اللي يزيو يزيو ديجا هي الى الكوراج باش تبعث الميل هذايا ما تمانيكوش عليها. لا لا انا متفاهم يا زيتش يا زيتش اسمعني راه فاسيت هذوما نتاع الضحكه نتاع نتاع زبور موزايك رسوني راني كنت فرش شوب ورا صغير صبي ممكن الضحكه ممكن الجو تعرفوا كي زدك فما كريل يحطوا فيها كسيدة اوه نو نو نكرس هو يحطوا نبدا نبدا السماء والوطا هذايا هو المنايك هذايا هو باهي اسمعني باين لوج لايف الشيء قدر يتبدل يتبدل ماشي يتبدل يتبدل ماشي في الطيران ماشي باش يولي عنده كاباسيتي جديده فلاي دونك وي بربي يزيو يا جماعه ليك نقرا في كومنتات ماهوش باين اما لا لا ولا لا بالحق محلى انا عجبتني كيفاش بعث الميل هذا متفاهمين فاهم من اول الدنيا راك تبعث الميل قال لي قلت لك راك مستعد انه مش نضحكوا الاكثريه معاك وعليك ديما نتاع سي بون اكسبيرينس تعيشها والضحك وما تنساها بالوقت. شوف سين سندش قال لي اش قال وي قدور اركا هاي بداو يجيونا تشكيات تشكيات يعني يا حشم باه نتعدوا للميل اللي بعده كان ميل سمباتيك محلاه وكل شيء وانا راهو كل ميل اخترته له جاي راهو في ناس في عبره في مساج سوشي نتاع المساج بخلاف هذا صرمك على برا فيه مساج كله باه دونك اهلا لجي ودهما وفريش وبوبلي وقدرات من ما واحلى جميل الاخراني اخر ميل اختي قردي قاعده تلمس الشباك يزي دونك واحلى قالي قلت لك واحلى قشلبق الفونفون واحلى لايف علاش كل ما نتسلف فلوس ركز لجي لا 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 ياخذوا من عندك يجيوك من اللوطة يبداو يسيسوا فيك ويراو هكا وفهمت اما كيف تتفاهموا على ديلي معين ومن بعد ما يرجعوا لكش فلوسك تولي تجري وراهم وتولي ماكش راجل وكيف الطالب بحقك وفلوسك تولي انت ميبون الفلوس يا هزبي علاش ديما نكذبوا وما نحترموش لديلي وبعد نقولوا شبي تونس هكا مادام شعب الكل كذاب ومنافق وحز تونس ما تتقدمش خاطر المرض اللي عندنا في الشعب مش في تونس شعبها منيك نبقاو منيكين سالي عني بي فريق كورديالمون ذوما الفازات الكل يصيروا في الشعوب الكل اي الكل الكل جسو يصير الكل جست فما بالحق حاجة برك لو جاي بالرسم ما فهمتهاش علاش وقت اللي بعد ما تسلف فلوسك بعد مدة تولي ماكش راجل وتولي بيك وعليك وانتي طو انا نحكي على الكام تاعي انا مسلف فلوس العباد مين با قتلهم رجعوا لي فلوسي وخرجت مش راجل ما تخرجت تعبت خايب ويحكيوا عليا بالخايب ادركوا مين با قتلهم رجعوا لي فلوسي انا مريت ولي كبول من الاول ما عادش تسلف بالضبط مثلا انا ودعما بيناتنا نسلفوا بعضنا مثلا عندنا فازه من رجعوا كان كنفوتوا لمية بوي كي تفوت لمية كاور ذيك هذاك علاش لكن نقول له جاي سلفني 90 ما يعطينيش يقول لي نقول له جاي سلفني 90 يقول لي لا نعطيك 100 نعطيك 100 باش نبدا جاوب به نضمن حقي هذيك لازمك تعلم شكون تسلف اصحاب 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 بالحق كلعب تقابلوا مره في القهوه وتركش معاه باش تنى سيجار ولا زبي انت ما تكلوش برشا احترام ما تكلوش برشا محبه ما عندك عليه تسلف فيه وي. ويكرز ولا يده في الزبي فهمني ولا هذه انت فاهموا فيه يكرز بلا يقول كيفاش عندك عندي مانيش عارف فلوس يا دين وهو قال لك فارس شلي قال لك ولا كي ما تسلفش تولي بنايك ومش حاح وي. ما تسلفش ما تسلفش ما تي ما تي بوبلي شكل العبد بالحق يكرز خاطرك ما عطيتش فلوس ما حشتكش بصديقته ما هيش صديق هذا اسمع مصالح وتمشي تنايك والمشكله لو جاي اللي تسلفوا من عندي فلوس راه كنا اصحاب معناتها صحبه نتاع سنين ما هيش صحبه نتاع تو شهرين تالي معناها
ربي يهدي ما خلصتوش في الايفون وفيت فمش كون يسال على الايفون ورجع 70 دينار اللي جاي خلصني 70 دينار اي مسالفك 70 دينار عندها من اللايف ويت القدم امان مش عاديك انا وقت اللي مدهم لي في اللايف هذوكم يظهر لي ما نعرفش ولا ما نعرفش مش فاهمنا نحن كيف 100 دينار رجعوا و70 ما همش يرجعوا باهي قدور سالونا قالوا قداش فما من ميل يظهر لي فما زالوا فما 400 اخرين مريقله جانا باهي باهي يا قامت زوز بركه باهي لا مالا خلينا نختار برجو ليلو جاي له يوم جماعه خلاص طلبي قلت لي باهي دونك السوشي اي 70 دينار دوك بتاع السوشي غدر ما عمره ما هزني ناكل سوشي دهماني المره الوحيده اللي كنا فيها سوشي مع بعضنا في الفيديو بتاع كل تايم ولتو نستنى باش نجيبوا كل تايم انفيتي باي ذا واي بيان سور لا باهي نجيبوا ما نجيبوا مع الاخر نمشي لازم برشا سباس الوليد لازم برشا سباس ملك وصيف باهي نعملوا لنا ما اس ام ار قد تسمعوا فينا توا علاش كان يسمعوا فينا ولي تفكي ولي عزم خلينا نعمل نستنى دقيق واحد باه دونك سي بون اخترت الميلوات اي سي بون دونك باش تعطيو الميل اللي بعده هذايا ميل نتاع مدام اس اس الناس طلع ولا باه عطي ثلاثة سامي سفيحة لا سليم سني ماكش غلط تنتر 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 سالو دام ايلو جاي اوجوردي جي اون هيستوار تريست ثم نهار لقينا كلب حي في البوبيل فقت به الطفلة صاحبتنا صغير ولا كبير اوكي الى تندي اون مور بلو دوس كان كله مجروح وكله دوت مضروب وبعد باللي مجري لقاوه مكسور في برشا بلايص صدرو الباسان برشا بلايص ضربته كهرباء الله اعلم الطفله هزته الفيتيرينير ميرسي ايل والفيتيرينير قعدت عليه ليله كامله وهي تنحي له في الدود وتبكي زاد ميرسي ايل اوسي دونك الكلب غاغ دي فيتيرين يبكيو الكلب مشفر وكانوا يضربوه فيه وبعد لوحوه سيتي ان شيان سينيور اسي اجي زاب كلب كبير وي معناها تصايبوا عوامين تو يتوفى وحده تيزرب نتاعو جي فولو فيغ باسي سو ميساج ان شيان سي بون بالفرونسي ان شيان سي بور لا في سي ان انفون اون نو غارد با ان انفون اتاشي اون نو فراب با ان انفون اون نابوندون با ان انفون سيل اي مالاد اون لو ليس با دهور او فروا اي او سوليل سان او Il y en a tas qui sont morts de coups de soleil attachés à même le soleil de plomb du mois d'août. Et s'il vous plaît, adoptez tous des chiens sans aimants. Les chiens sont aimants, ça m'a dit. Et doux. Mais le kalb l'arabi, les chiens les plus coûteux. Maintenant, le kalb l'arabi, l'agla. Le rat, راهو عابد يضرب كلب يضرب حاجه نيكو بحجره في راسه يوديزي ليه خطر برجو ليا لازم تولي قانونيه الحكايه انا نعطيك شنو باش نقول لك حاجه لحظه خطر كي تنيكو بحجره في راسه ويغزر لك يقول لك نفس الاحساس اللي قاعد يحس فيه الكلب توا هاك نكتو انت ما فماش فرق بينك وبين الكلب لا الكلب خير منك فوالا ماما سام قال انا بربي فصل ما نفهمش اسبانيول سوري وي دونت سوري وي دونت سبيك خوسون وي وي لو جي مين سوري لي زانفان دونك اون فا فوز اكسبليكي سا ان انجليش She said we don't have to hit the dogs. We have to be kind with animals. I fuck you and Shakespeare. باي هكا باي تو سامبلومون بالحق الولاد لازم تولي قانونيه الحكايه بالحق ما تصلح الحكايه كان ولي فما قانون جار شي سيد قلت شي سيد شي سيد يا بتاع نيكوم ولونجلي بلاي لحظه برك نيكوم ولونجلي فما واحد يا اسمه ياسين قالوا بلاي سكروا الزوز فيمكم بلاي سكر فكر فهمك ياسين قال سياسين باش بشكل بان من عنا ماذا بيا تبان بطل جي قاعد تفرش اللايف بعطا وسكر فهمك يطير فهمني نطلب في راديو عسلامة انا حاسو ليه ذول مظلموش راجب شي جاي طلع احكي مع تي قال سكروا الزوز جلاخكم اوكي ما ليطير يلحبوا والله لا تحشم والله لك دونك نحبوا اما لا قال لي فما واحد قال لي دهما زد دخلت في حيط على فصل الحجره بون الحجره هي جوست حبيت نحط في اطار العباد اللي قاعده تعاطف الحيوانات غير المهم ماكش تضرب في حجره عبد معناتها اما كمان تمشي تقول له احترم نفسك راهو ان اتر فيفون
وتحترم ما ندخل فيهم كيما تحترم العباد راهم كلهم كيف كيف ساعات الكلب خيم العباد مش ساعات ديما اللي قال لك فما شكون اللي استاد في القطاطس للسيرك اش عملوا معاهم بربي اه كاين يدي ما عندي حتى ربع فكره بالحق ما نسيت الحكاية تتعدى مرور كرامي خاطر القانونية يظل لي قانونا من عايش تنسى بعض الشباب يبقى القانون أكثر مني فما حماية الحيوانات راه في تونس فما عائلات يا ربي وكلب عمره ما ركزوا عمره ما ركز حيث كل مربوط في سطح راح مسكين والله تصور انت ما طلع عايش وعيشة بتاع مش تحكليب عيشة بتاع كعبة شو اسمه محبس موي. محبس ينبح سيرسو ربي لو جاي اسمك لو جاي والاخر اسمه ذهبه وفي شان اسمه بوبلي تحكيه بالفرنسيه فسروها لزبي ارتسي معك يس وي ارتسي وي وي جست قعدنا اخر ميل لجلو جاي وي نكملوا الميل ونسكروا وي سكر الباش ادي تسكر انا مازلت قاعد نحكيه على العوق قال لي باش نحكيه على الرجل خلي وعد العوق تاعش العوق ابعث العوق بعد الدهمين في الانستغرام ابعثوا لي بلي العوق ابعث العوق كيفاش تاعش العوق والله لا نعرف ابداع المخلوق برحال ابداع شكون شو اسمه هذا واحد يخدم حديد ويعطيك دي لوسون دو في تتعلم تولي ترى الدنيا حلوه بس ما تاع الماني الماني من الفصال اسمع اسكت اسكت ما حسيت روحي يسرق لا لا لو جاي ما تخرجنيش جبري برشا بعد شباب بعد على انستغرام كلها تبعثي العوق قال لك اتنيك صعيب عليك راك باش تتقطع هذا هو العوق مش مشكل جاي على بارك هذا العوق ديجا قال لك الماني يجي من هنا ويطلع فهمني من مرفق ويدور على مخك يوني وبعديها مثلك راسك دوك خويا اخر ميل من عند مدام زيد وما غير ما طلع دراغون دونك هلو لوج دهما اي لوج اي غوبا سي بريزون غوبا كنت عنده الميل اخر مره لا والله ما شو برشا حتى قام يسخيبوا ما عاد اشتراه غوبا معنا على غالب سبحان الله العباد نفوس يا اخي سبحان الله فما عباد ما تحملهمش كي تراهم ولا انا هكاك مع غوبا كمل السيدي دي نتاعو دونك حكايه خفيفه نظيفه بون مش نظيفه برشا صارت عندها 5 سنين شبين سكنت بعضها بالخمس سنين اي سوفينيات حاجات تروماتيزي حاجات يتفكرون بهين حلوين خايبين محرجين دونك وين ضح انا نسكن في ريزيدانس فيها شبابك جيران مقابلين بعضهم وجدينا في الوسط فهمتك الجامعة بتاع ريزيدانسات عادة نهار من نهارات وقتها نهار سان فالنتا انا وقتها مكوخرة بالنوم مع ثلاثة تاع الصباح مشيت باش نهبط شبابك ونمد الاربعة على روحي عادة وين نهبط في شبابك نرى في شباك سالة متاع الدار اللي بجنب فيها حاجة تتحرك تاع جيران أوكي. حاجة تتحرك بالقوي الحق انا وقتها مازال مخي نضيف ما فهمتش كسو باستيل نثبت وليت نرى في سيروات متاع مرأة وراجل وباقي مخي شي ما فهمتش عادة قعدت نزيد نثبت وتفجعت نستخيل الراجل يضرب في مرته قريب نقوم نعيط عاد زدت ثبتت درج آخر باش فهمت اللي هما يعملوا في وحي دوغي ستايل الله مصلي على النبي ونساو شبابك محلولة ايه تصير نورمال اللي مش نورمال اللي نفس الجيران هذا حيت شبابك بيتهم هذا الصباح هذا في نهار سان فالنتان اوكي قاتك مثلا تاع الصباح باش ترقد العز الواحد الاخواك اي فوالا عاد خاطرك اللي مش نورمال نفس الجيران هذم الحيط شباك بيت نومهم لاصق في حيط بيتي وكل ويكاند يبداو يعملوا عليا في الحس وانا نقرا ويبداو زوز يعيطوا وشيخين وانا مكبوبه نقرا على مستقبلي ضايع تقرا مكرر الزفي وجمعتني كمان بالعربيه دخلوا يا منصف وفازة اخرى بعد 9 أشهر ملي صارت قولولي يا منجي تسمع وبعد 9 أشهر ملي صارت الحكايه جابوا طفله سموها مادموازيل ام جابوا طفله هي كذبت ماني عاشت معاهم 5 سنين وهي عاشت معاهم كل شباب وعدات عامين من حياتها تقال لك فيها بالبكا ونويح المهم في هذا الكل بالله اي جار يبدا يشلبك في الفونفون بالله نقص شويه حس نجمو تشيخو امو سيونسيو راكم قلكتو زبوبنا صحيح مش ضاربني الشيح اما نخمم في غيري وفي مستقبلي وفي الشبيبه الضايعه ميرسي لي زونفون جيب لي فما شكون التونسيه متيق رفضها نيك في الشرابه وي لا يكون ما شايفينش نايك ما قررناه فهم صح قاعد ياكل وانا جيعان نفرش فيها كل ارهج ورهج باهي ارهج صح دونك هذا كان اخر ميل معانا اخويا ياسين بوست يصير حتى
درس كامل وهي تهبط. اي بيان سور اي عبد شاب في الشباك. انا اعطيكم درس كامل وهي تثبت هو يهبط في الشباك خاطر هي قالت راني نشوف في سيلوات من نشوف في عباد نشوف في سيلوات ما فهمتهاش من تخيل امراه يضرب راجل يضرب في مرته كل ما منيح ضرب فما ضرب فما ضرب صحيح دونك نيك شراب خير من كوردا وي لوجيك لوجيك شد كيما برينغا شد حبيبه شنو هو C'est une scène de viol, c'est atroce. C'est atroce. Ben donc, je mets un. D'ailleurs, comme ça, à live, d'ailleurs, c'était très très sympathique. Anna Bacharah à la rohie. Regarde, ouais, regarde, ouais, je suis dit que je suis là. Quand je. Ben, attends, n'aie que je me suis mal dit, je suis pas dit à Malika, car quand je suis mal fait, je suis content, gold, toi. والله لا تحشم شيخ شراب شراب من نيبل شيخ شراب من نيبل فما شكون يحبون يجيب العوق يدري عوق نخاف لطفلة كلمة كي واحد يخشمنا بون يعني ويقدر مين نتقسموا في ثلاثة راه بدنا راه يخصمنا في ثلاثة هبط ستاتيو انا تو نعرفهم بعض ريتو ستاتيو نتاعي ما فهمتوش لا ما ريتوش قلت لهم في 2022 نتمنى لكم الثقة في النفس والبدن نتاع العوق اه اوكي مريتوش هذا عنده باش ثقه في النفس وبدلش هذا باهي دونك فما 1400 عبد قاعدين يتفرجوا توا جوست ما تمشيوش ما تمشيوش رانا ماشيين لفريش انا مانيش ماشي لو جاي باش يمشي فريش ظليت نقول قول مطرد معنا مطرد هو راهو مطرد كي تجي تشوف خاطر تخلي عزيز سكيت جاب ربي يخلصهم لي حبوب لي يودي ماش تعودها في خاخه ما كثر 5 ملايين فما عباد راه في 5 ملايين لا لا صافا قاعد نعيش ونشرب ونسكر وكل والحمد لله يا ربي فلوس حبوب لي طول فات انا ديجا مزدت في الشهرين تاع جانفي 2021 تصورت خلي ضربك بعين خلي يسيل لك كيما حنا بال مسكين لا لا لطف يا ربي دونك شباب باش نمشي على روحي لو جاي كان عندك كلمه تحب تقولها ستان بليزير اي وي نبكي على روحي انا باهي يا خويا وقت تشوف اللايف مازال اللايف انا قاعدين توا توا باهي دونك يا جماعه جيت نعمل تصويره انا نرجو بارتاجيونا في ستوريات على اللايف الجاي ان شاء الله اللي باش يكون فيه انفيتي تترسوا غادي تترسوا غادي خاطر مازال مش اللايف وي باش يكون فما انفيتي تحبوا الناس الكل راهو باي ذا واي معناتها الجمعه الجايه باش يكون فما انفيتي تحبوا الناس الكل دونك تصويره انا نرج نتصور الناس الكل خديت 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 الوقت عند الوقت بارتاجيونا في ستوريات وكل تو بارتاجي ستوريات معك بيان سور وكل عنده برشا ما عادش يعملوها التكنيك قبل تتسكر لايف تقرا انستغرام ملغم كي تو يوفى اللايف تو يوفى اللايف نقرا راح نقص فولورز لا انا في بالك وليت الواتس في بالنا في الريلز جاي ماهمش قاعدين يمشيو وظهروا لي سافا الريلز ماهمش خايبين معناها مثلا بالنهبط بتاع البنا هنا طول مون سونفو بعق بس هي طول مود سومباليك مال عليك لجوجا والله لا باش عاود ابعث لك ما تعرفش كيفاش انا تاك نسكر السوشيال ميديا بتاع زبي ذاي ولي نقرا كتب نصف عليك يا لجوجا ولي معقد لا ولي جاوي به معقد تعرف واحد عنده سوشيال ميديا مكرز سوشيال ميديا دي سوشيال ميديا تعرف واحد عنده ما عندوش سوشيال ميديا مكرز ما اعرف شكون مانيش سمير عبد الناي كنت اوكي انتك صح قولوا لي بعد اوكي باهي ميرسي بوكو يا جماعه محلى كلامكم ومحلى تنبيركم ومن يكسب بكم زاد برج ولا ما لا كلام ايش راح يقولوا فيه الجماعه دونك تصبحوا على خير شباب وان شاء الله نتقابلوا لايف الجاي الجمعه الجايه اقعدوا ترس غادي ما افريش فوالا على خير الناس كل سنعود بعد قليل تحت السماء الزرقاء الصافية شمسنا الدافية عوضة القمرة الطافية غذات سنبلنا وكبرتهم في صحة وعافية من أول الدنيا من قديم الزمان جيل ورا جيل عام ورا عام طورنا في موروثنا حسننا في منتوجنا وزدنا صنع وإتقان رغم الشكوك وبرشة حيرة شفنا المستقبل بعين كبيرة وزرعنا حبة في كل شيرة وصبينا صبينا صبينا هزينا قفتنا وشدينا ثنية ومشينا ورغم الرزن حمل الدنيا على كتافنا هزينا الولاء اتبدلت والبندير هو هو اسبوعنا ديما تحت السنة وكل بقرة تيح المضي وسككنا من بورقيبة البن علي للسيد لاخ من اللي تقصت الصرة قعدنا متواصلين في 60 سنة متحين الفخ والخبز المرة طاحونة الأكابر صنع ورثناها على جدودنا طاحونة الأكابر
جداح حزب النظر. حاسس روحك تقزمت كي ضحكوا علينا الإخوان، عامل مجهودك باش تعيش في تونس أرض الكفر والعصيان. لبنات كاسيات عاريات، الرجال يتبعون في الغرب، جربت الحلول الكل أما يقعد بنات كلاسيك عاريات سافرات. أستغفر الله، حرية الآخرين تكرز إلى نقطة أنك تحاول تفجر روحك في السنترفيل. ما تخافش، لقينا لك الحل المناسب. VR داوس أو الابليكاسيون VR 100% حلال والحمد لله. البس الكاسك VR داوس وين ما أنتي وعيش عيشة مطابقة للي تتمنى. نجم زيدة تزيد عليها البلوغين رمضان اللي بعدك على الشهوات الكل كيف يجي شهر الغفران. مع VR داوس من اليوم ما عاش فما غض البصر، خذ راحتك في الغزران. مع VR داوس اقتصد حتك شيل 90% من الذنوب. بمناسبة عيد المرأة حضرنا لكم البلوغين عورة اللي حلل صوت المرأة وينقص من سياحة اللي كثر من بعد الثورة. بارك الله فيكم وشكرا. بوبلي اون بارتناريا مع سيمي، مركز دراسات المتوسطية والدولية، سنتر تكون فيه راي وفيزيون على توسكي امور حكم ودولة. وهذا مهما كان انتمائك، خاطر كانك شاب وتحب تبدل لازمك تبربش وتجري ورا المعلومة. وباش تسهل الجرية السيمي وبوبلي شكلوا فولتر اللي جاب فريش ميديا ديجيتال جديد. لو بتي فرير نتاع البوبلي نفس ليكيبا الكرياتيفيتي والبلاده، انا من غير كلام زايد ما نتنجم تبارطاجيها مع عائلتك وخالك يقول ريتوه ولدختي اطلع فايق، خاطر باش تلقى عنا كونتنو على التاريخ على الجيوبوليتيك وعلى المجتمع المدني والى اخره. معناتها كانك انتريسي باللونجاجمون وبحال البلاد والعالم وتحب تتعلم باش تنجم تصلح نهار اخر، عليك بالجرس على اليوتيوب، الباش فيسبوك والفولو على الانستغرام. وانتم يا شباب اللي يشنعوا في البوبلي كل ما نحكيوا على المواضيع هذيا، ميسالش اجي عملوا طله بالك شي تحصلوا. ما تعرفش عليها نهار اخر تنجم تولي في تشكيلة الفريش اللي معاملين عليها اني تكبر وتخرج ماتريالها وبلوكالها، اما ديما بنفس الروح نتاع البوبلي. كيفاش كيفاش كل شيء بلاش؟ كيفاش انا كل شيء بلاش عارف. بالك صاحبي تصلح كانت حترجعها، كلم جوبا يجي دردح يردح شدح، خذ نصيحة نحي الكح يردح شدح، خذ الزيت نحي البحر. اللي يمشي في الشارع وما يسمعش صوت يكلمه من الحيوط يعتبر روحه غريب. مش ترفع الغربة على وجودك، يجب اللي عندك علاقة بالطريق والحلقة هذيك هي علاقة التاريخ. تونس كلها تبدلت ولدي، إذا كان عنده شعر أكحل ولا شعر أبيض. دي وراء وراء القوس يسميها بلاس لافيجري، بلاس لا فيكتوار، يا ساحة النصر. كان فيها كاردينال لافيجري، كاردينال لافيجري هذا جاي من لي بير بلان، بير بلان أوردر كاثوليك تعمل في الجزائر. لافيجا عملوا له صبه هون وشادت في يده صليب 70 ans sont ceux de la présence française. Faut-il oublier pour cela que depuis 70 ans la route de l'avenir tunisien passe par la porte de France.